حياكم الله مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. وبرعاية كريمة من فخامة الأخ المشير رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي حفظه الله، وبإشراف مباشر من الأستاذ الدكتور الخضر ناصر الأسور رئيس جامعة عدن، نظمت جامعة عدن حفلا تأبينيا لأربعينية فقيد الجامعة والوطن الأستاذ الدكتور صالح علي باصرة رحمة الله عليه. مشاهدينا الكرام، هذه الاحتفائية لهذه الشخصية الوطنية، حيث كان سياسيا مخضرما من الطراز الأول، هذه الشخصية الوطنية والأكاديمية، هذه الهامة الأكاديمية التي فقدت جامعة عدن وأيضا صرحها في جميع مؤسساتها العلمية، فقدت هذه الشخصية الأكاديمية وفقد الوطن هذه الشخصية السياسية والأكاديمية والوطنية الذي يتحلى كان بالشجاعة وكان يتحلى كذلك بحبه للوطن رحمة الله عليه. إذا مشاهدينا الكرام في كل مكان، لن نطيل عليكم الحديث، فدعونا نذهب وإياكم إلى هذه اللقاءات التي أجرتها لكم عدسة كاميرا قناة عدن الفضائية، وذلك لهذه الاحتفائية التي نظمتها جامعة عدن لأربعينية فقيد الجامعة والوطن، هذه الحفل التأبين الأستاذ الدكتور صالح علي باصرة رحمة الله عليه. أنتم تعطون فعاليتنا التابينية التي تقيمها جامعة عدن في هذا الصباح، والحقيقة في البداية كلفت من دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أن أمثل الحكومة في هذه الفعالية، وبهذه المناسبة أولا أعزي باسم فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي ودولة رئيس الوزراء معين عبد الملك لأسرة وذوي الدكتور صالح علي باصرة الذي فعلا افتقدناه، والحقيقة أنها تربطني علاقة شخصية بالدكتور من عشرات السنين، نحن من زملاء منطقة واحدة، زملاء في العمل الأكاديمي وعايشنا فترة طويلة، ولكن كان قضاء الله هو الفيصل في كل شيء. نحن الحقيقة نذكر الدكتور صالح بكل خير، هامة علمية وأكاديمية وسياسية لها باع طويل في كل المجالات. جامعة عدن الذي تحمل رئاستها لفترة طويلة شهدت تطورات نوعية وكمية خلال فترة دراسته، وكذلك أيضا جامعة صنعاء وعندما أيضا تحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت التعليم العالي والبحث العلمي تطورا نوعيا، وأيضا حقق نجاحات كبيرة على مستوى منشآت التعليم التي شهدتها جامعة عدن. فأنا في الحقيقة أترحم في هذه المناسبة على روح فقيدنا العزيز الدكتور صالح علي باصرة، ندعو الله له بالمغفرة والرحمة، وأن يلهمه الصبر ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، والسلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة صعب الإنسان يتحدث عن هامة وقامة علمية بحجم الأستاذ الدكتور صالح باصرة. أنا كان لي الشرف الحقيقة أني عملت معه لفترات طويلة، وكنت يومها نائب عميد كلية الطب لشؤون الطلاب. عرفت في هذا الرجل الحقيقة مصداقيته وإخلاصه وتفانيه في عمله، والحقيقة بعدها تولى بعد رئاسة الجامعة تولى مناصب عدة، منها وزير التعليم العالي ورئيس جامعة صنعاء، وكان الرجل قمة في العطاء سواء في الجانب السياسي أو في الجانب الأكاديمي. كان سياسي بارز من الطراز الأول، وكان مؤرخ وقاص من الطراز الأول، وكان أستاذ أكاديمي وقائد إداري من الطراز الأول. نسأل الله في هذه المناسبة العطرة له المغفرة والرحمة، وأن يسكن فسيح جناته مع الطيبين الأبرار، ونقول أنه ترك لهذه الأجيال بصمة جميلة لن تمحى من الذاكرة إطلاقا، ستظل محفورة سواء في جامعة عدن أو في جامعة صنعاء أو في عموم الوطن بشكل عام. نتذكر الفقيد رحمه الله رئيس جامعة عدن الأسبق ورئيس جامعة صنعاء الأسبق، وزير التعليم العالي الأسبق رحمه الله، الشخصية الوطنية الذي نتعلم منه إلى يومنا هذا، نتعلم دروس في الوطنية، نتعلم دروس في المعرفة والعلم. نقول له رحمة الله عليه، إن شاء الله ربنا يسكن الجنة ويجعله من أهل الجنة إن شاء الله، وإننا نقول إننا على دربه إن شاء الله سائرون، حيث هو كان له دور بارز مؤسس
كثير من المنشآت في جامعة عدن. أنا شخصيا أعتبره أنه من المؤسس الأول. كل أغلب المنشآت في جامعة عدن تذكرنا بالفقيد صالح علي باصرة، تذكرنا بمواقفه الوطنية البارزة سواء كان في فترة الحرب، هو أيضا كان متواجد لدينا في هذه المحافظة وكان مدافع عن هذا المحافظة. من منا لا يتذكر أيضا تقرير باصرة هلال الذي كان له أيضا دور كبير في فضح كثير من الممارسات الخاطئة التي كانت تمارس سابقا. شكرا جزيلا، ونقول رحم الله الدكتور صالح علي باصرة. حقيقة الأستاذ الدكتور صالح علي باصرة فقيد الوطن الراحل رحمة الله عليه، شخصية وطنية كبيرة وهامة أكاديمية كبيرة، لن نستطيع أن نعطيه حقه، فهو أسطورة في التاريخ وقدم الكثير للوطن، وبرحيله فقد الوطن أحد كبار الهامات الوطنية التاريخية وأسطورة في التاريخ والأدب، وهو من كبار الأساتذة الذكر في جامعة عدن وعلى مستوى اليمن، وهو صراحة يعتبر أسطورة في التاريخ. وهذا وبهذا الفقيد الوطن فقد أحد كبار رجالة التاريخ والجامعة، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمه لي الصبر والسنون. يعد أيضا شخصية سياسية من الطراز الأول. نعم، وهو شخصية سياسية من الطراز الأول، تبوى العديد من المناصب، منها كان وزير للتعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية اليمنية. نحن نشعر بفقدان شخصية كان لها وقع وأثر كبير جدا. على سبيل المثال في جامعة عدن كان وضع مداميك في كل مرافق، سواء كان في الكليات أو في الجامعات، أن الاحتفال بحفل التأبين لأربعينية الفقيد الجامعة والوطن الأستاذ الدكتور صالح علي باصرة رحمة الله عليه، يعتبر بالنسبة لنا نبراس يقتدى فيه. كان يتمتع بالحيوية والنشاط في متابعة الأمور الجامعة وقضاياها ومتابعة أمور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ووضع أمور كثيرة متعلقة بالجامعة من لوائح وأنظمة. الآن جامعة عدن تقتدي بهذه اللوائح، وفي كل ركن من أركان هذه الجامعة وفي هذه القاعة بالذات تحضرني كثير من الذكريات للدكتور رحمة الله الدكتور صالح باصرة عندما كان يتابع كل صغيرة وكبيرة، ونشعر بفقدانه فقدان شيء كبير جدا، ولكن نحن دائما على دربه حنكون إن شاء الله سائرون. هذا اليوم هو يوم مميز في جميع أعضاء منتسب جامعة عدن للتأبين لهذه الشخصية الوطنية والعلمية الفقيد الجامعة وفقيد الوطن كما تفضلت الأستاذ الدكتور صالح علي عمر باصرة. حقيقة الكلمات والمشاعر والجمل والمعاني تتزاحم وتتناثر في هذه اللحظات التي يمكن أن يقول فيها أحد منتسبي الجامعة ومن كان على قرب من الأستاذ الدكتور صالح علي باصرة. نحن نقول رسالة لنا وللجميع أن بصماته وسلوكه الذي تعلمناه منه سيظل مغروس فينا، وسنعمل جاهدين على مواصلة مسيرته العلمية والوطنية في هذا الوطن، وإنه سيظل راسخا في ذاكرتنا وستظل كل أعماله راسخة في ذاكرتنا، وهذه هي الأقدار يعني، ولا نقول إلا إن لله وإلا إليه راجعون. ورحم الله أستاذنا الأستاذ الدكتور صالح علي عمر باصرة، ونسأل الله أن يتقبله وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وإن لله وإن إليه. اليوم مع متابعين الأستاذ الدكتور صالح باصرة رحمة الله عليه. هذه الشخصية الإنسان والمؤرخ والسياسي أستاذ الدكتور حسن صالح باصرة ترك بصمات يعني جميلة حفرها في تاريخ جامعة عدن كرئيس جامعة تقريبا 10 سنوات، وأيضا ثم تولى فيها جامعة صنعاء وبعد ذلك وزير التعليم العالي. كما أيضا نذكره كمؤرخ مؤرخ في التاريخ السياسي والحديث المعاصر للوطن في هذه الفترة. يذكر الأستاذ دكتور صالح باصرة رحمة الله عليه أنه أسس في جامعة عدن العديد من المراكز العلمية، أسس بعض الكليات تحديدا في مناطق الأرياف،
هذه لا زالت تحفر باسمه. كان له دور كبير في جامعة عدن، في بناء جامعة عدن، والآن إن شاء الله نسير على هذا النهج جميعنا في الجامعة. أنشأ لنا أيضا العديد من الأقسام العلمية، العديد من المراكز العلمية، لا زالت الآن تعمل بهذا الشكل. نعم، يعد أيضا رحمة الله عليه سياسي مخضرم. بالتأكيد سياسي مخضرم من الطراز الأول، وبحكم أنه كان في مؤرخ سياسي سقل هذا الشيء في العمل السياسي، وشاهدناه نحن في كثير مواقف سياسية من خلال تولي منصب وزير التعليم العالي، وكان له دور أيضا في مؤتمر الحوار الوطني. طبعا الأستاذ الدكتور صالح علي باسرة له بصمات، لا نسميها بصمات إنما أكبر من كلمة بصمة بكثير جدا، سواء تاريخية حطات تاريخية، نعم، سواء كان في الجانب الاجتماعي، سواء كان في الجانب السياسي، سواء كان في الجانب الأكاديمي، وأقصد الجانب الأكاديمي الجانب العلمي. الدكتور الأستاذ صالح علي باسرة له يعني أو أثر كبير في تاريخ جامعة عدن، نقلها نقلة نوعية في عدن آنذاك، وأيضا نقل وزارة التعليم العالي في هذه الفترة. الدكتور صالح علي باسرة أيضا له يعني مساهمات مجتمعية عدة، وأنشأ مراكز علمية تهدف إلى تطوير الجانب العلمي في جانب من جوانب البحث العلمي. أيضا الدكتور صالح علي باسرة له مكان سياسي وله تاريخ سياسي معروف، وكان رجل يعني يتميز بالوسطية في كل مراحل حياته. هذا ما أقل ما نقول على الأستاذ دكتور صالح علي باسرة. دكتور صالح علي باسرة معرفتي به قديمة منذ أن كان تلميذا قبل ذهابه للدراسة العليا في اليمن في ألمانيا الديمقراطية أو ما كان يعرف بألمانيا الشرقية، واستمرت بعد عودته تمام، ثم بعد الوحدة واتصلت بعد توليه رئاسة جامعة عدن، وكذلك بعد أن أصبح وزيرا للتعليم العالي. فهو إضافة إلى أنه قامة وطنية سياسية كبيرة، كان منخرطا في العمل الحزبي وناشطا معروفا سواء عندما كان في البعث أو الطليعة أو في الحزب الاشتراكي اليمني أو فيما بعد، أو أثناء عمله الأكاديمي، يعني تطورت على يده جامعة عدن واستطاع أن ينجز مرافق استحداث مرافق جديدة في الجامعة وكذلك في جامعة صنعاء. وكان إضافة إلى ذلك شديد الاهتمام بالحضور السياسي والحضور في الوسط الإعلامي، ومعروف عنه تقريره الشهير حول نهب الأموال في ما كان يعرف باليمن الديمقراطية في الشطر الجنوبي من اليمن سابقا، وتقريره كان مدويا ومزلزلا لمشاعر المواطنين على مستوى الوطن كله، لأنه كشف ما هناك من فضائح كبيرة تفوق أي خيال، مما أدى إلى معاناة تحولت بأبناء الجنوب إلى مطالب، ابتدأت بمطالب اقتصادية اجتماعية ثم تحولت إلى مطالب سياسية. صالح أخونا وابننا وفقدناه كثير، وفقدته الأمة اليمنية بكافة، قدم كثير من الخدمات وقدم كثير من الأعمال التي تخلده، وبذلك نحن نعتز كفرد من أسرتنا ومن عائلتنا ومن قبيلتنا. رحمة الله عليه ومن أسرتكم، هو شخصية وطنية سياسية مخضرمة قدم العديد والعديد لهذا الوطن ولجامعة عدن طيلة مسيرته. رحمة الله عليه، قدم لجامعة عدن ورفع من مستوى التعليم وأبرز كثير من ظواهر التعليم والبناء، وله صرح وله ذكرى كبيرة في هذا المجال.
أبناء الشعب اليمني يبادلونكم يبادلونه الوفاء بالوفاء، ولن يعني ستظل ذكرى خالدة في قلوب أبناء الشعب اليمني الذين عرفوا رحمة الله عليه الأستاذ الدكتور صالح علي باسرة الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله يا رب، وآمين، وربنا يلهمكم الصبر والسلوان أنتم أسرته، وكذا أيضا لكل محبي وكل من عمل مع هذه القامة وهذه الهامة الوطنية لخدمة هذا الوطن. نعم نعم نعم، كلنا ممنونين من خدماته وشرفنا عمله، ونحن ممنونين كثير من أعماله وما قدمه لهذا الوطن، وإن شاء الله ربنا يعوضنا فيه خيرا كثير. هذا كثير الدكتور كان دكتور عظيم يعني، ورجل بمعنى كلمة رجل يعني، رجل الجيل يعني، ويحق كل التقدير واحترام، وهذا قليل من قدره يعني، التأديب هذا والحضور هذا كله قليل من قدره يعني، هو يستحق أكثر من كده طبعا أكيد ما أفضل، والله يغفر له يرحمه، الله يغفر له يرحمه، الله يغفر له يرحمه. نقول باختصار شديد أن الوطن والجامعة فقدت شخصية كبيرة جدا وهامة معروفة، فهو الأستاذ الدكتور صالح علي باسرة، الأستاذ والمؤرخ والسياسي والأكاديمي، وهو رئيس جامعة عدن سابقا ورئيس جامعة صنعاء ووزيرا للتعليم العالي. فبهذا المصاب الجلل طبعا خسرنا خسارة كبيرة جدا بوفاة الأستاذ المرحوم، نتمنى له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته. تنظم هذا الحفل التأبين. وجامعة عدن تنظم هذا الحفل باهتمام رئيس الجامعة الدكتور الخضر ناصر الأسور، الذي أمر بتشكيل أو أصدر قرار بتشكيل لجنة تحضيرية، وهذه اللجنة طبعا تشتغل ليل ونهار حتى اللحظة، وهم يتابعوا مثلا الكتيبات التي صدرت وستوزع إن شاء الله الآن. بالإضافة إلى كذا، هذه اللجنة لجنة تحضيرية ستستمر في عملها من أجل إقامة فعالية كبرى وندوة بعد مرور سنة، ندوة لهذه الشخصية العملاقة الفقيد المرحوم صالح علي باسرة. فستظل اللجنة مستمرة، اللجنة التحضيرية، لإقامة ندوة وفعالية كبيرة تليق بشخصية المرحوم أو الفقيد صالح علي باسرة. نتمنى له المغفرة والرحمة وأن يسكنه الله فسيح جناته. الدكتور صالح باسرة رحمة الله عليه كان مثال وقدوة لنا، عندما كنا طلاب كنا نعتبره قدوة وما زال قدوة لنا، ساعدنا احنا في كل خطوة من خطوات حياتنا، ابتداء بكوني طالب في كلية الحقوق خريج عام 95، ثم معيد، ثم مدرس، ثم أستاذ مساعد خريج الجمهورية العربية المصرية. كان هو الدافع، كان هو الموجه، كان هو من أرسل نحن أغلبية الموجودين من الشباب الآن خريجي 2000 2010 2007 2008 كلهم كانوا بدافع من الدكتور صالح باسرة، فله كل الجزيل جميله في عناقنا جميعا. نحن نعتبره أب، فقدنا أب بمعنى الكلمة، أب لجامعة عدن، أب للتعليم العالي، أب كوزير تعليم عالي، قدم مئات المنح لبقية الزملاء، فلا توجد كلمات تفي ما موجود في داخلي من ألم بفقدان الدكتور صالح باسرة رحمة الله عليه. قدم الوطن لأن مسيرة حياته كانت حافلة بالعطاء. نعم نعم، كان سياسي من الدرجة الأولى، كان موجه، كان قدوة، كما قلت كان قدوة، ارتبط اسمه بملفات كثيرة سياسية، دافع عن كل الحقوق، كانت حقوق اليمنيين بشكل كامل، دافع عن، كان رجل صلبا ضد أي فساد، فرجل قدوة كما قلت لك سابقا، نقتدي به ونتمنى أن نصل ل10% من بمن قام به من مراحل حياته. ومعنا أيضا ضمن هذه اللقاءات الميدانية معنا ابن فقيد الجامعة والوطن الأخ شادي
صالح علي باصرة رحمة الله عليه في هذا اليوم وفي هذه الحفل التابيني الذي نظمته جامعة عدن لفقيد الجامعة والوطن الأستاذ والدكم المغفور له رحمة الله عليه واسكنه جميع جناته إن شاء الله جنات الفردوس. ماذا تقولون في هذه الأربعينية لفقيد الوطن والجامعة؟ والله أولا أشكر رئاسة جامعة عدن على ترتيب هذا التأبين، وكان عمل كبير وجبار ونتج عنه كتاب التعازي ومقالات في رثاء الدكتور الفقيد. الوالد كان جامعة عدن بالنسبة له كأنه بيته الكبير، فدائما كل ما أدخل جامعة عدن مثل ما أدخل بيته، أشعر في روحه موجودة معنا. الأربعينية طبعا تجسد حب الناس له وحب أساتذته وتلامذته وكل من تعامل معه، وطبعا هذه أحد الأربعينيات لأنه تقريبا تقدير نقدمه لرحمة الله عليه الأستاذ دكتور صالح علي باصرة. نعم، وطبعا هذه مش الأربعين الوحيدة، لأنه في أربعينيات أخرى في حضرموت وفي صنعاء أيضا ستقام للوالد رحمه الله. فأنا صراحة أشكر كل القائمين ورئاسة جامعة عدن على كل الجهود الجبارة لإقامة هذه الفعالية. ورحمة الله عليه لن ننساه، وستظل ذكراه محفورة في جميع من أحبوه وفي جميع من تعاملوا معه. الحمد لله، شكرا لك. إلى هنا مشاهدينا في كل مكان نصل إليكم إلى ختام هذه اللقاءات التي أجريناها، وذلك للحفل التأبيني لأربعينية فقيد الوطن الأستاذ الدكتور صالح علي باصرة رحمة الله عليه، هذه الاحتفال التي نظمتها جامعة عدن. ونقول في ختام هذه اللقاءات ستظل جميع أعماله ومآثره وسيرته نبراسا وقدوة يقتدي بها الجميع، هذه الهامة الوطنية والسياسية والتاريخية والفكرية التي لها بصمات واضحة، هذه المحطات التاريخية التي لها أثرها على مستوى الوطن والجامعة، وهذه الشخصية السياسية والأكاديمية الذي استطاع بجديته ونشاطه وأخلاقه النبيلة أن يؤسس لنفسه رصيدا كبيرا في جميع الأمكنة التي عمل فيها وفي قلوب كل من عرفه، سواء في تاريخ حياة الفكرية والنضالية أو في تاريخ عمله والإداري. وكذلك نقول أيضا لهذه الشخصية رحمة الله عليه: نم مرتاح البال والضمير يا فقيد الجامعة والوطن، فقد أديت الأمانة وقمت بدورك على أحسن وجه، والرجال الصادقون أمثالك لا يموتون. ورحمة الله على فقيد الوطن رحمه الله الفقيد الأستاذ الدكتور صالح علي باصرة، وغفر ذنبه واسكنه فسيح جناته جنات الفردوس، وألهم أهله وجميع محبه وزملائه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.